بسم الله ما شاء الله تبارك الله، الله يعطيك الصحة والعافية. ما شاء الله فاكهة، ما شاء الله تبارك الله فاكهة، ما شاء الله تبارك الله، يعطيك الصحة والعافية وألف شكر والله يكثر خيرك. بصراحة يعني فاكهة لا يعلى عليها، تفاح والخوخ ما شاء الله تبارك الله، والمشمش والبخار الخضراء ما شاء الله تبارك الله. إن شاء الله بعد أيام إن شاء الله نزيد نطلب طلبات ثانية، ما شاء الله الله يكثر خيرك ويبارك لك ويرزقك ان شاء الله من واسع فضله. ما شاء الله ما شاء الله، فعلا في جده محرومين من هالفاكهه، لكن الله يكثر خيرك يا صاحب الفاكهه، فاكهه الطايف، ويرحم من جابك ان شاء الله ويكثر خيرك، والف الف شكر الف شكر. ما شاء الله جات ما شاء الله في وقت محدد في وقت وجيز، ما شاء الله الله يكثر خيرك ويجمل حالك وان شاء الله نكون على طول معك، ان شاء الله على طول ان شاء الله نلقى برضه شو اسمه الحماط التين والبرشوم ان شاء الله. والله يعطيك العافيه والف شكر الف شكر، والله يكثر خيرك الف شكر، والله يبارك لك ويرزقك من واسع فضله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. طيبنا شوفوا ما شاء الله تبارك الله، هذه طلبات التوت عمان نجهزها، دوبنا استلمناها من المزرعة ما شاء الله. شوف الآن عمان نجهز هذه، خلاص نظفناها ورتبناها، نجي حنشوف. شوف العمال عمال تلبس الجوانتيات عشان ايش تبدأ ايش تنظف لنا وترتب لنا. شوفوا يجي لما نقطفها حبة حمراء في ورق، نحاول قدر المستطاع اننا نخرجها تمام، وهذه ما نحط لكم هي هذا الورق نشيله. شوفها كم سطل كلها خرجناها، هنا عمال نحط شايفين عمال نرتبها وشكل السطل عشان تطلع مضبوطة تمام. والله يبارك لنا فيها، احنا نحتاج منكم انكم تدعوا لنا بالبركة وبالرزق وبالتوفيق ان شاء الله، ومجتهدين. الفاكهة هذه حساسة والتعامل منها حساس، وصعب انك تحصل مزرعة يعني تقدر تقول لها سوي كذا وغير كذا وابغى كذا، صعب صعب صعب، لكن التوفيق بيد الله يا اخوان، التوفيق بيد الله. شوفوا ما شاء الله هذا جاي طازة من المزرعة، قولوا ما شاء الله تبارك الله، شايفينه طازة طازة طازة. حوريكم المزرعة أنا حبايبنا، هذا عمال ينقي، شوفوا كيف شايفين الحبات حلوة ما فيها أي شيء ما شاء الله تبارك الله. قد ما عمال نقول لهم يحطوا لنا شيء نظيف نظيف، شيء يبيض وجهنا ووجهكم إن شاء الله. طبعا إحنا مجتهدين يا إخوان، هذا الكلام هذا التصوير ما يعني إنه ممكن نغش فيها، ممكن إحنا نعتمد زي أنا لقيت السطول اليوم معبينها ما لحقت النم عشان الوقت، ممكن يغش واحد يكون يعني غش حط فيها ضعف شيء، لكن احنا قدر المستطاع مجتهدين عمال نحاول عمال ندور فضل الله يا اخوان، ونبغى شيء لكم يكون حلو شايفين. ها طبعا هم عندهم هنا في اغلب المزارع حاجتين، الحبات الكبيره اللي مره هذه يحطوها في الوش، فالحبات اللي اصغر منها يحطوها لا تحت تمام. والله يوفق مدير احمر هذا ما يبغانا، ايوه احمر شيء ايوه هذا ما يبغى ايوه تمام، شايفينه ما شاء الله تبارك الله، الله يوفقنا وياكم حبايبنا. انا من زمان ما صورت لكم شجرة التوت ولا صورت لكم هي كيف الشجرة، بس ابغاكم قبل شيء يقولوا ما شاء الله تبارك الله اذكر الله. شوف يا اخوان شوف الجمال كيف، طبعا هذا ما يتقطف تمام، ينتظر لين ما يصير ايش اسود، شايفين حبات شوفوا، لكن زي هذه الحبة شوفوا سودة حبتها صغيرة، هذه خلقها من الله لكن سودة خلاص، هذه مستوية، هذه يعني تحتاج قطف وتحتاج ايش انه الواحد. ما شاء الله هذا هو التوت، الاوراق هذه حماية الله خالقها لنفس الفاكهة، تجي تطالع كذا تقول فين، ما في ولا حبة توت، مستحيل يكون في توت مستحيل، تجي العصافير اذا الله مو كاتب لها فيها رزق ما تشوفها ما تدري، لكن لو انك ركزت شويه تحصل. شوف هنا هنا شايفين كيف تحصل الفاكهه، تحصل التوت وتحصلها مستويه وتحصلها لذيذه، شايفين يا اخوان شيء منظر ما ودك توقف انك ما تطالع في التوت. طبعا اللي يذوق هذا الاحمر حامض حامض، اللي يحب الحامض يطلب مننا احمر، هذه المره مقدور عليها، هذا بسيطه حامض يا اخوان، والاسود يجي منه حلا، هذه شجرة التوت. طبعا كثير من الناس يقول لي اعطونا نفس هذه الحبات كلها، الحبات السود، ابغى كل السطل او كل هذا يجي بنفس هذا الحجم وبنفس هذا الحبة، هذه صعبة يا اخوان، مستحيل تحصل اي مزارع يبيعك بس هذه الحالة، عادة هذول يحطوها في وجه السطل نفسه، لكن ما يقدر يبيعك لانه ما تجي مثلا، يجي نسبة 20% حبات كبيرة،
70% حبات صغيرة، فيظلم السطول الثاني ويظلم البضائع الثانية، وسعر السطل حقه يرخص. وريتكم يا حبايب، نشوفه الآن بدأ إيش يحطوا إيش الحبات الكثيرة بنفس الطريقة. تمام، بنفس الطريقة. شوفوا هنا مجمعين الحبات الكثيرة. تمام، ما يجي هذه الحبات، مستحيل يحطوها، هذه يحطوها في وجه السطل. شايفين يا إخوان؟ ما شاء الله تبارك الله. خلاص يبدأ يرتب السطل. شوفوا طبعا هذا كيف، هذا احنا ما نحطه، احنا شرطين عليهم، هذا كله ما يصلح لنا. طبعا هم يعبوه في السطول طول ثانية، هذه ما تصلح لنا، ما نحطه في بضايعنا. السطول حقتنا ما نشتريها منهم، بهذا متفقين معهم على هذا الشيء. شايفين ما شاء الله تبارك الله، هذا زي كذا. شوفوا كيف بدأ يضبط السطل حقنا، شوية شوية يضبط بالحبات الحلوة. شايفين فاكة حساسة، حساسة لأبعد درجة، حساسة. لكن الواحد هو يأكلها وهي باردة، يا سلام. طيبنا هي، شوفوا ما شاء الله كيف المانجا. طبعا احنا عندنا نجيب كراتين كبيره ونبدا نعبيها بهذه الطريقه. الكراتين الكبيره فيها مشاكل كثيره، تمام، احيانا حبات مستويه، مخمجه، مضروبه، مي مضبوطه. شوفوا نبدا نختار واحده واحده. شايفين ما شاء الله تبارك الله، هنا عندنا المعلم ما شاء الله تبارك الله. شوفوا بدينا نضبطها. طبعا زي ما شفتوا انتم هنا التوت هذا دوب وجه اللي جبته انا من المزرعه، ما شاء الله تبارك الله. عم السمعه ضبطنا اليوم، ما قصر والله ما قصر. هيا ابو جاسم، هيا نبغى نشوف الكرتون، الناس اتحمست كذا ورا الكرتون، يشوفوا كيف الترتيب وكيف التنسيق وكيف الشغل الحلو. نبغى شغل حلو، الناس تبغى تشوف المانجا. يا مانجا، طبعا عندنا ابو جاسم معلم ما شاء الله. الكراتين هذه مشكلتها احيانا تجي خربانه، مستويه، لينه، ما تصلح، ما تجمل. تمام، لكن احنا نجي ننقي زي كذا، ننقي الشيء الطيب اللي يجي. حبايبنا كيف طلع الشكل؟ ما شاء الله تبارك الله، قولوا ما شاء الله، ما شاء الله تبارك الله. هذا الكرتون كذا احنا نبيعه، والله يجعلوا عليكم بالعافيه. شوفوا هنا حبات صغيره اللي ما تصلح، اللي نشوف انها ما تجمل ما نحطه، لكن ما شاء الله الكرتون طلع مره حلو. الحماط ما شاء الله تبارك الله بدا في احسن منه، ايوه، اللي مو مستعجل لا يشتري، لكن هذا ما شاء الله تبارك الله. خلاص بدينا نشتري، احنا نشتري بفضل الله كل انواع الفواكه، ما عندنا فاكهه تنزل من فواكه الطائف الا ننزلها، ننزلها ونبيعها ونسوق لها ونختار انه اتفق تماما انه عندنا يكون افضل شيء ان شاء الله. تمام، شوفوا ما شاء الله تبارك الله، حيجي افضل منه، وحنبدا نجيب نوعيات فخمه وفاخره يحبها قلبك ما شاء الله تبارك الله. طبعا اذكر الله يا اخوان، هذا الحماط هو التين الاسود او ايش اللي انت تقوله، نوع من انواع التين، يزرع في مدينه الطائف، متخصصه في مدينه الطائف، تشتهر بني سعد فيه، ولي لذه ولي طعم ولي حلاوه، اللي يذوقه مره ما يتوب من اكله. ابنه ما شاء الله تبارك الله، لا حول ولا قوه الا بالله. اللي ما يعرف هذا البخاري يا اخوان لا يكلمني ولا يتواصل علي في الواتساب. ما شاء الله تبارك الله، من افضل انواع البخاير اللي تنزل في الطائف. البخاره حمراء حلوه، تذوب في الفم زي السكر، والله ما تمل من اكلها. ومن الان ورايح اعطيها كمان اسبوعين، يعني في هذه الاسبوعين متع نفسك، اشتري فيها وكل منها. هل حباتها كبيره؟ لا تدور حبات كبيره وفاخره، لا دور الشيء الحلو، الشيء الكويس، الشيء الممتع، الشيء اللي تستمتع فيه. زي هذه الحبه استوت مره، تمام، لكن زي هذه لسه نص استوى، لكن في الغالب كلها اكلتها ما شاء الله تبارك الله، حلوه 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 حلوه، كلمه حلوه قليله فيها يا اخوان. نشوف المشمش ما شاء الله تبارك الله. طبعا زي هذا ما نقدر نحطه في البيعات حقتنا وفي الناس اللي نبيعه، هذا ناخذه للبيت اكله، الشباب ما شاء الله ياخذوه ياكلوا منه. ليش؟ لانه مستوي، شايفين كيف مستوي؟ خلاص يخرب لو ما انتبهنا له، يخرب الكرتون كامل. لكن ما شاء الله تبارك الله، لا حول ولا قوه الا بالله، من افضل انواع المشمش. شوفوا يا اخوان كيف، هذه كل عمليات انا هنا، ترتيب وتنظيم وفرز، ودعواتكم لنا بس بالتوفيق. حبايبنا ما شاء الله تبارك الله، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. شوفوا أنواع البخارة، عندنا ثلاثة أنواع من البخارة، عندنا الحمرة، وهذه بدأت تكون بطل اللي حب الحلوة، هذه البلدي ناس كثير يسألوا عنها، هذه دوبة بداية موسمها، فيها حموضة لكن كويسة، هذه بدأت تحلو، حامضة حلوة بس حلوة، يعني حلوة حتى تشكيلتها يا إخوان، اللي يحب السفرة واللي يحب شكلها في السفرة تطلع مرة حلوة.
اللوز اللوز اللوز، الناس تدور وتتصل علينا مخصوص عشان اللوز. شيء مو معقول. التفاح يا اخوان حبايبنا، التفاح ما شاء الله تبارك الله، لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. هذه فواكهنا، هذه تشكيلتنا اللي عندنا. اللي يبغى الله يحييه يتواصل معنا 0523050 31. حبايبنا هي شوف القشطة، ناس كثير تقول لي ما ترسلها خضراء، شوف كيف لانت علينا، مرة لانت علينا، شايفينها؟ شوفوا كيف تفتفتت ما شاء الله تبارك الله، لكن تاكلها والله ما ودك توقف اكل منها ما شاء الله تبارك الله. شوفوا كيف ذايبة سكر.